ايوه كده. تسلم ايديك يا ليليان، الفستان زي الكحكه مش كده يا فوزيه؟ مكسم زياده عن اللزوم. اسمعي كلام حماتها يا ستي وسعه لها شويه. لا خليه مكسم. عشان لو وطيتي ما يتفزرش. مش هوطي يا ماما، في عروسه بتوطي. الجواز بدايه المطاطيه يا حبيبتي. ده كان زمان، دلوقتي بدايه الحريه. ليه يا بنت؟ انت كنتي في سجن؟ انا في سجن انفرادي مؤبد، وعايزه اعفو بقرار جمهوري. زيت لا، ايه رايك في الفستان؟ حلو؟ حلو قوي يا هدى، هاكل منك حته. ميرسي. فوزيه انت مش هتعملي زيت فستان؟ واعمل لها فستان ليه؟ ما دولابها مليان فساتين، تختار لها واحد. يوم فرحها بقى اعمل لها. ويوم فرحها ده هيجي ازاي؟ لازم الشبان يشوفوها حلوه وزي القمر، والفرح يبقى مليان شبان. شبان عيلتكو وشبان عيلتنا وصحاب حسن. اسره يا مديحه، اسره. تقومي تنقي حته قماش للبنت. زيت. خدي يا حبيبتي، نقي موديل من هنا ينفع فستان سواري. كفايه قوي لبس العيال كده. انت كبرتي بقيتي مادموزيل. ينفع نقي يا ماما؟ اتفرجي بس وبعدين نبقى نشوف. نقي يا بنت، انا اللي هعملهولك. قومي نقي القماش. ايه رايك في حته القماشه دي؟ عجباني من ساعه ما دخلت. ايه مالها؟ ايه يا بنت؟ هدى، انت هدى هدى البحر. طيب حلو الفستان ده؟ لا لا لا، مدلفش استعمل ولا ده احلى؟ لا لا لا، بصي ده بقى احلى. رايك بس تهوزي. بصي ايه رايك اعمل هنا ورا في يمكن كبيره؟ حلو حلو حلو. هفصل فستان جديد. لا مش اي فستان، انا هعمل فستان سهره، وممكن كمان اعمله مؤور من الدهر. دي اول ميزه في جواز حسن وهدى. ايه يا حسن، بابا جه ولا لسه؟ لا لسه. بدريه ازيك يا حسن؟ قرتي ميلاد ولا ايه؟ طب ليه من الغسيل؟ ايه يا حسن انت بس قاعد على القعده دي؟ قربت خالص اهو. انتوا لسه مصممين على موضوع السفر ده؟ حد يجي له فرصه يهاجر وما يهاجرش. انت عملت لي ورق ايه؟ يا رب حسن يغير رأيه، يا رب يتعين معيد وما يسافرش. طب يا رب يجيب امتياز مع مرتبة الشرف ويفضل في مصر يا رب. انت اكيد هتتعين معيد في الجامعة ودي حاجة مضمونة. طب ليه تسيب الحاجة المضمونة وتدور على حاجة يا خابط يا ثابت؟ يا خابط يا ثابت. كده كويس. انت في الاغلب هتتعين معيد، ليه تسيب الحاجه المضمونه وتروح لحاجه مش مضمونه يا حسن؟ ايه اللي مضمون هنا يا زين؟ يا زين لا هنا في حاجه مضمونه ولا في حاجه واضحه. يا بنتي وحد عارف راسه من رجله؟ ده الواحد هنا لو سكت يتقهر ولو اتكلم بيعتقلوه. طب بلاش، ادينا هو بقالنا سنين في حروب جابت اقتصادنا الارض. تقدر تقولي لي عملنا ايه؟ عامل حسم وعدى، وعامل ضباب وعدى، ودينا هو محلك سر. ايه بقى اللي مضمون؟ مفيش حاجه مضمونه يا حسن، بس هو احنا يا اما نحارب يا اما نسيب البلد ونهج. انا مش بسيب البلد وهج، انا بدور على مصلحتي وبدور على مستقبلي. تقدر تقولي لي اخرتها هنا هعمل ايه؟ هتعين معيد؟ جايز. وفي الاخر هدرس لحبه عيال زي بتوع مدرسه المشاغبين يطلعوا عيني، وبعد كده مش عارف. هناك يعني انت عارف هتعمل ايه؟ لا، لكن هناك انا عارف ان كل مجتهد نصيب، وانا مجتهد يا زاد، وانت عارفه كده. طب ما تجتهد هنا يا حسن، اجتهد هنا. يا حبيبتي هنا مش لكل مجتهد نصيب، هنا لكل صاحب واسطه نصيب، لكل مسنود نصيب، لكن الاجتهاد هنا لوحده مش كفايه. وبعدين انا مش عايز اضيع الفرصه دي بتاعت السفر وافضل طول عمري ندمان عليها. ما تقولي حاجه يا هدى، ما تتكلمي. اقول ايه؟ قولي له انك انت مش عايزه تسافري. بالعكس انا نفسي اسافر واكمل تعليمي هناك وابقى صحفيه مشهوره. عموما يا زاد التجربه عمرها ما تخسر، ادينا هنسافر، ولو حسينا ان الموضوع مش مستاهل هنرجع تاني. انا كان نفسي دايما نفضل مع بعض. هتوحشوني قوي. طب وليه هنوحشك؟ ما تيجي معانا، انا ممكن اخلي حسن يقنع عمو سعد. طبعا لا، بابا عمره ما هيوافق. وبعدين مين قال لكم اساسا ان انا عايزه اسافر؟ انا مش عايزه اسافر. يا جماعه انتوا بتتكلموا كاننا مسافرين بكره، انا لسه قدامي السنه دي بحالها ولازم استنى النتيجه في الاخر. وبعدين مش يمكن اكوع في ماده ولا اتنين وفوض ورقي؟ شر. امتياز، دايما امتياز. ان شاء الله. انت اذا انا ان شاء الله تجيب مقبول وما تسافرش. ان شاء الله تجيب مقبول وما تسافرش. يا رب يا رب يجيب مقبول ويفضل في مصر على طول. يا فوزيه ما ترجعلهاش تاني. ايه فايده الاعتصام لو مش بيمثل اداه للضغط؟
احنا نفضل معتصمين هنا حاطين ايدينا على خدنا لغايه ما يقبضوا علينا واحد ورا الثاني؟ لازم نخرج بره الجامعه ونضغط عليهم اكتر لغايه ما خرجوا زمايلنا المعتقلين دول. شوفوا تنظيم هو ميسي ياسي ضد اهلي وبلدي وناسي. شوفوا تنظيم هو ميسي ياسي ضد اهلي وبلدي وناسي. شوفوا تنظيم هو ميسي ياسي ضد اهلي وبلدي وناسي. شوفوا تنظيم هو ميسي ياسي ضد اهلي وبلدي وناسي. شوفوا تنظيم هو ميسي ياسي ضد اهلي وبلدي وناسي. شوفوا تنظيم هو ميسي ياسي ضد اهلي وبلدي وناسي. حرامي فلاحي سيد ملايين امين حرامي فلاحي حرب التحرير الشعبية دي سياسة الشعب الثورية. حرب التحرير الشعبية دي سياسة الشعب الثورية. احبس كل ولاد الشعب بكرة نشوف مين الغالب. احبس كل ولاد الشعب بكرة نشوف مين الغالب. بكرة ترد جوه الحلق شباب الجامعة كان على حق. بكرة ترد جوه الحلق شباب الجامعة كان على حق. شباب الجامعة كان على حق. بس اقول لك على حاجه حلوه تعمليها. انت تخرجي بره كده تستنضفي لك كرسي تقعدي عليه وتلقطينا مشكلتك. انت بنت عارف احسن حاجه عملتوها ايه؟ ايه بقى؟ ان انتوا اتكلفتوا وجبتوا نجفه. طب ايه رايك؟ عجبك انزلها لك؟ لا خليها لكم. بقول لك ايه؟ انت بنت في البيت ده كام مره من ساعه ما اتجوزت؟ يا بنتي اساليها، هم لغايه دلوقتي بيتوه في الشقه. على الاقل عندكم شقه، مش انا اللي اتجوز من غير شقه اصلا. وانت عايزه الشقه في ايه؟ انت مش مسافره يا بنتي. احمدي ربنا ان انت هتتجوزي وتسافري، مش قاعده في بيت اهلك زي ما انا قاعده كده مستنيه سامي يجي ياخدني. ما سافرتيش معاه ليه؟ ما كلهم بياخدوا مراتاتهم معاه. ما رضيش، قال لي لو سافرتي معايا مش هعرف اركز في المذاكره. عنده حق، هو يقعد بقى يركز في المذاكره ولا يقعد يدلع في العروسه؟ عامه اهو راجع قريب. طب يلا يلا نخرج بره احسن. تعال يلا يا زين تعال. عايشة ازاي كده؟ شايفين البيت عامل ازاي؟ فاضي ما فيهوش اي حاجة، حد يدخل كده؟ ماشي في الأول بقى. باي. لا بس بصراحة يعني أنا شايفة إن هي مبهدلة نفسها على الفاضي. ماشي ما أنا اللي بتحبه برضه. أيوه بس وبعدين؟ ما كل ده من المظاهرات والوجع الدماغ ده، أنا ما أعرفش يعني هتعمل إيه في الآخر. والله أنا زيت صعبانة عليا قوي يا عزيز. أنا حاسة إنها لسه بتحبك. كبر الموضوع يا صفية. ولا حب ولا غيره، هما كانوا شويه اجاب واكيد المرحله وخلاص. طب وانت زعلان قوي كده ليه؟ هو في حاجه لما البنات تحبك ان شاء الله بنات الجامعه كلهم يحبوك. المهم انت بتحب مين؟ بحبك انت طبعا. طب ما انا عارفه، ولما جيت اتجوز اتجوزتني انا، فانا بقى ما يهمنيش. صفية شكلك كده غيرانه من صاحبتك. غيرانه ايه بس يا عزيز؟ انا بجد زيت صعبانه عليا، حاسه انها لوحدها. انا ومنال خلاص اتجوزنا وهدى كلها كام شهر وتحصلنا، مش عارفه حاسه انها وحيده. ما عندكش حد من اصحابك ينفع لها؟ حد من اصحابنا؟ اه لا طبعا. لا طبعا ليه؟ عشان اصحابي كلهم زيي، عايزين بنت صاحبه موقف عندها شخصيه، مش عروسه يلاقوها على الرف بعد ليله الدخله. على فكره بقى زيت عندها شخصيه مش عروسه، شخصيه كانت بتعجبك في يوم من الايام. كونك بقى متغيرت رايك وبقيت بتحبني فده مش معناه انك تسخف منها وتقول انها مش عاجباك. خلاص هذا بقول لها عريس من بكره. طب يلا عايزين نلم حاجتك اللي هتاخدها معاك قبل ما تنزل. انا مش هنزل. نعم؟ انا هبات هنا. هنا فين يا عزيز؟ هنا يعني هنا. يعني ايه؟ ما ينفعش يا عزيز، انت عايز تبقى صوت سهل؟ ده سهل ولا صعب؟ هم اصلا عمرهم ما هيتوقعوا ان انا هنا النهارده خالص. بعدين هم هيدوروا عليا ازاي يعني؟ هيدوروا عليا زي ما بيدوروا على الباقيين. ف
في اي حته الا بيتهم. يوه هو بقى ده اللي انا كنت عامله حسابه، تفضل تعمل في عيد ميلاد ومش عيد ميلاد وفي الاخر ما تنزلش ويجي يقبض عليك في البيت. لا يا صفية انا هقدر على الامن ومش هقدر عليكي ولا ايه؟ مش نازل يعني مش نازل. مش نازلين مش نازلين. بيوت بيوتنا احنا قاعدين. قولي معايا. مش معقولة يا زيد بقيتي مفضوحة قوي، مش عارفة تداري شوية؟ أداري إيه بالظبط؟ تداري إيه؟ عينك كانت هتطلع لما شفتيه بيبص. يا ستي بكرة تتبسي وتتهري بوس. هو أنتي اللي بكرة هتتبسي. بس بقى، أنا خايفة قوي الفرح ما يتعملش. شايفة الظروف عاملة إزاي؟ أنا خايفة حتى ما نلاقيش سكر للشربات. خلاص بقى هتقلهم كذوب. أنتي مش حاسة بيا خالص. والله حاسه بيك، انا عارفه انك انت خايفه ما تعمليش فرح على مزاجك. بس انا شايفه اهم حاجه تتجوزوا وخلاص. عندك حق. شفتي بفكر فيكي ازاي؟ طب ايه رايك في موضوع الكوشه؟ اعمل الكوشه ورده ابيض ولا ورده ابيض فحم؟ انت لما بتحسيش بحد تاني غير نفسك طول الوقت دوشاني بكلامك عن الفرح والجهاز والمعازيم وناسي انك هتاخدي اخويا وتسافروا وتسيبوني لوحدي. خبر. خلي بالك من نفسك. افندم. هو فين؟ ما عندكم. خش جيبوه. سنة ولسه ما اتجوزتش. انا خايفة افضل لوحدي زي قرد قطع بين اربع حيطان.
ألف مبروك. أنا منين؟ من خيرة العروسة. أكيد ما تعرفنيش، أوف كورس. أصل أنا عايش في محلنا، شغال في بلد هناك بس خلاص نقلت في القاهرة. والأنسة اسمها إيه؟ زيد. والله هدى قالت لي، بس يعني هو مالوش غير زيد ده اسم صعب أوي بس اسم حلو. أوف كورس يا فندم، أوف كورس. نفسي من زمان اقولك بحبك، بس ما كانش ينفع لانك اخت صاحبي. كل كلمه كتبتها في جوابي اللي قريتيه زمان كانت فعلا جوايا ليك. زيد انا بحبك مش قادر اخبي اكتر من كده. انت اللي ما فهمتنيش من البدايه. انت اللي لازم تبقي مراتي. مصطفى. بهدوء يا جماعة عشان الناس نايمة. صباح الخير. ليلة امبارح كانت أكتر من رائعة يا عمي. أوف كورس. حفلة الشرف بصحيح. معازيم إيه؟ بوفيه إيه؟ الرقاصة، الرقاصة كانت حاجة الشرف يا عمي. عقبال الأنسة زاد. ان شاء الله. الحقيقه يا عم انا حاسس ان انا وسط عيلتي، اقسم بالله انا حاسس ان انا وسط عيلتي. خالتي ما بتبطلش كلام عن حضرتك وعن مدام فوزيه وعن انسه زاد طبعا. انا عندي احساس غريب جدا ان انا اعرفك من زمان. ربنا يخليك يا استاذ عبد المجيد. عبد المجيد عبد الدايم يا عمي. عبد المجيد عبد الدايم. شعر يا ماما. يا بنت وفي ايدي عشان اعرف البسك. ايوه يا فوزيه انا هكمل. امك مش على بعضها. مش قلت لك يا فوزيه الافراح بتجر بعضها؟ قمر يا بنت ولا ميرفت امين. عبد المجيد ابن اختي فيه الخير جه مخصوص عشان يحضر فرح هدى.
انما ما قلتلناش يعني يا استاذ عبد المجيد. استاذ عبد المجيد ناوي تقعد عند خالتك قد ايه؟ في الغالب اسبوعين ثلاثه يا عمي. اصله بيدور على شقه في مصر الجديده. هتنقل من فرع البنك في المحله وهاجي القاهره. ترقيه بقى. اوف كورس حضرتك عارف ما بتنقلش العاصمه غير الموظفين الاكفاء. فهقعد عند طنط مديحه الفتره دي. تنور يا حبيبي وتشرف، ده والله ولا البنت البكر. انا في الاول كنت عايز اخد شقه محندقه كده لزوم العزوبيه، بس بعد كده قررت ان انا اخد شقه كبيره تنفع عيش الزوجيه، عشان لما ندخل باذن الله يعني ما نتلبخش بقى في العفش والنقل والحاجات دي. ان شاء الله ربنا يوعدك ببنت الحلال اللي تنور لك وتعمر لك شقتك. ربنا يوفقك يا استاذ عبد المجيد. انما الانسه ذات يعني كلامها قليل، من ساعه ما جينا ما اتكلمتش ولا كلمه. اوف كورس انا عارف ان ولاد الاصول بيبقى كلامهم على القد، بس مفيش مشكله يعني كلمتين مجامله. شرفتني يا استاذ عبد المجيد. الشرف ليا انا يا انسه ذات. احنا كده هنتاخر على الولاد يا فوزيه ولا يا مديحه؟ ما تاخرناش ولا حاجه يا سعد، سيب الولاد براحتهم، نروح لهم وقت ما نفضى، لسه اربعه. لا نروح دلوقتي احسن قبل زحمه المواصلات. اوف كورس يا عمي معاه حق في كل بيقوله. انا شخصيا ما عنديش اي مانع ان انا اوصلكم في طريقي. لا مفيش داعي تعطل نفسك، احنا لسه قدامنا شويه وقت لحد ما نجهز. براحتك يا عمي، خد وقتك زي ما انت عايز، هستناك. مفيش داعي تتعب نفسك يعني. تعب ايه يا عمي؟ تعبك راح. انا بقول لا تنزل دلوقتي تدور على شقه وتشوف حالك. يا عمي الشقه تستنى، بكره ان شاء الله ادور على الشقه. خلاص بقى يا سعد، سيب الراجل يوصلنا وانا هروح اقول لمنصور يجهز، بس انتوا اول ما تجهزوا اندهوا علينا. احنا هنجهز على طول مش هنتاخر. يلا حبيبي عشان الناس تجهز. يلا. حاضر يا طنط، انا هستناك تحت يا عمي. يلا حبيبي يلا. بعد اذنكم. يلا. في ايه يا سعد؟ مين ده يا بابا؟ عبد المجيد اوف كورس. اطلع يا سعد اطلع. اتفضل. ايوه نعم حاضر. تعالى يا حبيبي. تعالى اهو. نيفر ايفر، اول مره تحصل لي في حياتي. مش لاقي ولا تاكسي عندكم فاضي في المنطقه، غريبه جدا. تاكسي؟ انا فهمت انك واخد عربيه وهتوصلنا بيها. اوف كورس نوت طبعا يا عم، بس اكيد في اول ترقيه يعني هجيب العربيه بيتلز مكشوفه طبعا. ان شاء الله تجيب البيتلز، هم اللي بيركبوا احسن منك فين؟ تاكسي ويت ويت يا جماعه. تاكسي قوي. تاكسي. معلش استنى. معلش كان بيقول في عربيه. اتفضل يا عم. بفهم غلط. بفهم غلط. انا بسمع. يلا يا سعد. يلا يا سعد. سبع دقيقة. سبع دقيقة. يلا يا سعد. حاضر. يلا يا حبيبي. يلا يا عبد المجيد. اهلا اهلا. يلا جبت لنا كلام. يلا استنى يا عمي هركب جنبك. اه يا سيدي تعالى. اطلع قدام. قدام مديحة شوية. اقفل يا سعد. حاضر. حاضر. اهلا وسهلا. زي الصح. اهلا بيك. واسع شويه يا عم. يا سيدي هوب انا موسع واروح فين؟ ارمي نفسي بالتاكسي. يلا يا اسطى. انتوا هيبقى نقلكم من بعض من دلوقتي. اصل هنا يا اسطى. ايوه هنا يا اسطى. اتفضل. شكرا. اتفضل. اتفضل يا عم. اتفضلي. اتفضلي يا انس زيت عنك عنك. لا والله ابدا. لا والله ابدا. شكرا يا استاذ عبد المجيد. يا استاذ عبد المجيد. يا عمي ابدا. اتفضل. خلي بقى عشانك. ها فلوس كتير. اتفضل اتفضل يا عم. اتفضل. اتفضل يا عم. اتفضل. اتفضل. وايه اخبار لغنى معاك يا عريس؟ حلوه. شكلها مش بطال، بس انا لو منك كنت رحت قضيت شهر العسل فوق برج الفيوم. وبرج الفيوم؟ اوف كورس وبرج الفيوم، على الاقل يا اخي تبقى قضيت شهر العسل في مكان ملوكي. هو اي نعم هيبقى غالي عليك حبتين، بس مش مشكله، دي طول العمر. انا قررت يا عمي ان شاء الله يعني ان شهر العسل بتاعي اضيف فوق برج الفيوم اسبوع 10 ايام مينيمم يعني. ولا كنت يا خلبوص انت ناوي اللي انت تاجل موضوع برج ده للجوازه الثانيه؟ ألف ألف مبروك يا عروستنا. مبروك. بسيطة. عقبالك يا زيت. يلا عشان نسيبهم لوحدهم. ألف مبروك يا حبيبي. تعالى يا عريس. تعالى يا حبيبي. تعالى ماما.
الحمد لله. يا سلام هتخبي عليا؟ مش موضوع اخبي يا زاه، بس في حاجات ما ينفعش اقولها لك. نبي قولي لي ليله فرحك بقول كل حاجه. لا قولي لي. خلاص بقى ليله فرحك بقول كل حاجه. لا باختصار الجواز حلو قوي 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 قوي. احكي لي ايه موضوع سيعبته؟ ماله؟ ايه اللي جابه معاكم؟ هو جاي يبارك لك يعني. جاي يبارك لنا؟ تبان عليكي هبله ولا ايه؟ هو في حاجه؟ انا برضو لا اعرف في حاجه. طب تعالي نطلع له. الحقيقه ان هم لقوني متمكن جدا من لغه الانجليش، فقرروا يستفيدوا من موهبتي وقدراتي في الفرع الرئيسي بدل ما انا مدفون في الفرع الصغير في المحله. ما شاء الله عليك، لسانك بينقط سكر. ميرسي يا طنط. انا يا جماعه طموحي ملوش حدود، وفعلا يا جماعه الانسان من غير طموح ولغات تحديدا يا حمايه يسوى ايه؟ لذلك انا قررت بعد ما اتقنت الانجليش تماما اللي انا احاول ادرس فرنساوي، لان الفرنساوي هو لغه العصر زي ما انت عارف يا حسن. غريب قوي عبد المجيد اوف كورس ده، كبير بالقرايه والادب، رغاي قوي والادب العالمي والادب المصري، بس الظاهر كده انه بيقول كلام مهم. قراء للكاتب العظيم الاستاذ طه حسين. لا الاستاذ عباس رائد. لا 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 الاستاذ نجيب محفوظ. مظبوط مظبوط يا عم سعد. انا غريبه انه يبان انه بليد وما عندوش دم، مع انه مهذب جدا يعني جنتلمان. يعني انا احب ممارسه الملاكمه وركوب الخيل والسباحه. هو مش زي علي وعزيز خالص. فاضل الرمايه يا حبيبي. بصراحه بيضحكني. اقرب فرصه رمايه طبعا انا ان شاء الله هطبق ده مع اولادي واحفادي والعائله، ولذلك احنا لازم يا عم سعد نشجع الاطفال دي دايما على الرياضه. مظبوط. يعني الساحه الشعبيه الميادين الميادين. مبروك مقدما يا عبد المجيد. الله يبارك فيك. ادخلوا جوه، ادخلوا جوه. قلت ادخلوا جوه. ازيك يا حسن؟ ازيك يا استاذ عبد المجيد؟ اهلا اهلا, أهلاً يا عم. ازيك يا طنط؟ اتفضلوا. اتفضل يا مديح. بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلك. ادخل يا مديح. أنا يا عمي يسعدني ويشرفني إن أنا أطلب إيد بنت حضرتك لأنسة ذات. أيوه بس الأمور دي محتاجة تأني وتفكير. أوف كورس يا عمي أنا فاهم طبعًا. محتاج تسأل عليا. بس محلولة. تقدر تسأل طنط وجوز طنط. ويسألهم ليه يا حبيبي؟ ما يسألك أنت، ما أنت قاعد أهو. إني سنك. اسأل اللي أنت عايزه يا عمي. ما تسأله يا سعد اللي نفسك فيه، ما هو قاعد قدامك أهو هيجاوب. أيوه كنت عايز أعرف إيه مؤهلاتك؟ أنا الحقيقة عمي كنت في كلية تجارة، ونظرا لظروف المعيشة اضطريت أشتغل قبل ما أخلص، بس إن شاء الله لما أتجوز وأستقر هكمل، أنا طموحي ملوش حدود. وكنت أتمنى إن كريمة حضرتك تشاركني مشوار نجاحي، أمال أنا مستعجل على الجواز ليه؟ طب ليه مش لما تستقر في مصر الأول نبقى نتكلم؟ أوف كورس يا عمي، أنا لقيت شقة خلاص في مصر الجديدة. وكان نفسي حضرتك طبعاً والعروسة تيجي تشوفوها، لأن في النهاية دي هتبقى مملكتها. ايوه بس انا ما زلت شايف ان المواضيع اللي زي دي محتاجه تفكير وتريس. ابدا والله يا عمي، تريس ايه؟ على راي المثل خير البر عاجله، ولا ايه يا طنط؟ عداك العيب يا حبيبي. انا مش طالب من حضرتك غير موافقه مبدئيه، وان شاء الله يعني تشرفني انت والانسه ذات وتشوفوا الشقه. بالنسبه للعفش ما تقلقش خالص، انا هجيب عفشي اللي في المحله وافرش بيه شقتي الجديده. وان شاء الله يعني يا حماتي مش هيبقى ناقص غير شويه تفاصيل قليله كده تتعلق بالديكورات. أنا مش فاهمة أنت فرحانة قوي كده ليه دلوقتي؟ جالي عريس. هو أي عريس يا ذات والسلام؟ هو مش ابن خالتي لكن دمه زي السم. أنا في الأول قلت كده برضو يعني، بس في الأول. طب وإيه اللي عاجبك فيه دلوقتي؟ هو مش عاجبني، بس قلت ما فيهاش حاجة لما أديله فرصة. هو يعني اللي عجبوني جم اتقدموا وأنا قلت لأ. يا زوزو مصير حد يعجبك ويتقدم لك. أنا لسه هستنى يا هدى. من ساعة جواز عزيز وصفية عبد المجيد الوحيد اللي اعجب بيه، ويا عالم هتتكرر تاني ولا لا. وبعدين انتوا كلكم اتجوزتوا، انتي ومنال وصفيه، انا بقيت لوحدي. طب
طب عبد المجيد الوحيد اللي افتكر عيد ميلادي. يا خبر يا زوزو، اخسى علينا. كل سنه وانتي طيب. عقبال 100 سنه. وانتي طيب. على فكره انا مش متضايقه ولا حاجه، يعني انكم نسيتوا عيد ميلادي، اكيد ما كنتوش هتفتكروه وانتوا في شهر العسل. بس عارفه يا هدى، لقيت نفسي لوحدي، بابا وماما وعبد المجيد هو الوحيد اللي اهتم بيا. افرح بقى ولا لا؟ انتي حره يا زيد. والله يا سعد انا شايفه ان عبد المجيد ده عريس لقطه وما يتسابش. لقطه ايه يا ماما؟ ده يجيب النقطه. يا بابا ازاي نجوز زيد لواحد لا نعرفه ولا يعرفنا؟ مين اللي قال ان احنا ما نعرفوش؟ مش ده يبقى ابن خالد مراتك اللي قاعده جنبك اهي؟ ولو برضه ما نعرفوش. معلش يا هدى. يا بابا ازاي واحد يظهر في حياتنا كده وفجاه وبعد اسبوع اجوز اختي؟ ليه؟ رامينها ولا بايره؟ مش بايره بس قربت تبور. فوزيه. الله يا سعد، جرى ايه؟ بنتك كسرت ال 21 سنه ولحد دلوقتي لسه ما لبستش دبه الخطوبه. اللي قدها عندها 21 سنه متجوزه ومخلفه. انا مش هجوز بنتي لاول واحد يخبط على الباب علشان خايف لا تبور. يا نهار ابيض، هو عبد المجيد يعيبه ايه بس يا ناس؟ ده راجل زي الفل، طول بعرض، واهله وعارفينهم وعارفين اصله وفصله. هي مديحه دي مش تبقى خالته؟ هي هدى دي مش هو بنت خالته واحنا مناسبينهم؟ وراجل عنده شقه وعنده وظيفه وشارينا ومقطوع من شجره، لا عنده ام تعمل حما ولا عنده اخت تعمل عمه. ده حتى العفش اللي المفروض على العروسه قال لك انا اجيبه. سبع عينا رفيع بس. عايزين ايه تاني؟ ولا هو بطل والسلام؟ زاد، انا عايز اسمع رايك بصراحه. ما تتكسفيش من هدى، هدى خلاص بقت مننا وعلينا. اه طبعا يا عم. قلت ايه؟ ولا محتاجه وقت تفكري؟ لا مش محتاجه وقت افكر. يعني مش موافقه؟ يعني ايه؟ موافقه؟ عقلب صحيح. زاد اسمعيني كويس قوي. انا كان نفسي انك تكملي تعليمك عشان تبقي ست بجد، ست جدع كده تنفع بيتها ومجتمعها، مش مجرد تابع لاول واحد يتقدم لك. طب ما هدى ومنال وصفيه اتجوزوا وبيكملوا تعليمهم. يعني موافقه؟ ايوه. يا ست البنات يا مفرحه قلبي. اخيرا هبقى عروسه.